هيفاء النجار وزيرة أردنية من أقوى 200 امرأة في العالم. هيفاء يوسف فضل حجار النجار ولدت 1 مارس 1959 في الزرقاء، وهي سياسية وتربوية أردنية حاصلة على بكالوريوس تربية من الجامعة الأردنية وماجستير إدارة تحولية من جامعة باكنغهام. تشغل منصب وزيرة الثقافة في حكومة بشر الخصاونة منذ 11 أكتوبر 2021. ظهرت في مجال التعليم في الأردن وعلى الصعيد الدولي، وهي مديرة مدرستي المطران للبنين والأهلية للبنات في عمان، واختارتها مجلة الأعمال الأردنية عام 2008 و2014 كواحدة من أقوى نساء الأردن. عاشت أول سنوات حياتها في محافظة الزرقاء إلى أن رحلت إلى عمان في فترة شبابها، وحصلت على بكالوريوس تربية في الدراسات السكانية من الجامعة الأردنية في سنة 1982، وفي سنة 2003 حصلت على شهادة الماجستير في الإدارة التحولية من جامعة باكنغهام. شغلت هيفاء النجار المناصب التالية: المديرة العامة لمدرسة الأهلية والمطران حتى الآن، مسؤولية البحث والتطوير في المدارس الأهلية، المدير المالي والإداري في المدرسة الأهلية، عضو مجلس أمانة عمان. لمعرفة المزيد مرفق لينك الخبر بالتعليقات.